انا ابويا خلفني كبير يعني، فانا في المدرسه كنت بشوف اولياء الامور كلهم صغيرين وشايف ابويا كبير، فعشت عندي عقده طول عمري وانا صغير مستني اليوم اللي هيموت فيه ابويا. وكبرت واتجوزت وخلفت وجي اليوم اللي الاسبوع اللي ابويا انا ابويا تعب رد توفى ما خدش وقت يعني، وتعبنا سوا انا وهو يعني، انا لما ابويا تعب انا تعبت يعني، تعبت وكنا في مستشفى واحد. فحسيت بيومها ان لا الواحد عريان يعني. عايز اقول لك وفاء ان انا كنت بفكر فيها وعيط وانا صغير. والله كنت قاعد لوحدي اغطي نفسي بالليل في الشتاء كده وافكر لما يحصل ده وعيط. واتكلمت معاه في الموضوع او اتكلمت مع مامتك فيه؟ مع ماما، كنت بتكلم مع ماما في الموضوع ده. كان بتقول لك ايه؟ مفيش كلام فاضي، في ربنا، ربنا يديه الصحه، ربنا يخليه لك، بلاش الوسوسه، بلاش بلاش بلاش، لغايه ما طبعا جه اليوم المقدر والمكتوب اللي كاتبه ربنا سبحانه وتعالى، وابويا رحل عن دنيانا.